ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الرابع من هذه الأمسية. الخيل المهاجن الأصيلة تكافأ درجة الخامسة مسافة 1100 متر. 14 جواد يشارك ويتنافس على هذا الشوط، ابتداء مع الجواد اللي هو رقم 12 ليس لي حمد بن عبد الرحمن العطية، على المركز الثاني مع الجواد اللي هي تاون ساند مانر ليسد رفع ريسينج عالبيرتو سان. الآن على المركز الثاني بالمحاولة مع الجواد اللي هو رقم 3 غسان للمدستان مع عمر الدفع شتيبان مازور. على المركز الثالث أيضا محاولة الجواد اللي هو 3 باكس بول للفخامة ريسينج مع هادي الرمزاني. صالح فارج العتيبي في وضعية جيدة، تقدم لي الرفاع ريسينج الآن مع الجواد اللي هو رقم 9 تاون ساند مانر لسد الرفاع ريسينج مع مدرب محمد جاسم الغزالي ألبرتو سنة. على المركز الأول الآن بالصدارة مع الجواد اللي هو رقم 9 تاون ساند مانر للرفاع ريسينج مع جاسم الغزالي على المركز الأول فعلا، وحوله على المركز الثاني مع غسان لنسام الدفع، لكن الصدارة مع الرفاع ريسينج فعلا. الرفاع ريسينج مع سد الرفاع ريسينج ألبرتو سنة جاسم الغزالي إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط.